الداعي المشارك السيد جدول فليتفضل مشكورا.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم صدق الله هذه المؤسسة التي رحلت رحلة طويلة
في زمن قصير رحلة طويلة مع عطاء المضطرد. نرجو لها التوفيق فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. باسم ربنا نبتدي والصلاة والسلام على رسول الهادي مولاي محمد. حضورا الأعزاء، حضورا الوازن، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضائي في المكتب مؤسسة أطلس مراق للعمل السوسي الثقافي ومنخرطيها، أن أشكركم جزيل الشكر على تفضلكم بقبول دعوتنا والحضور بين جدرانينا في هذه الأمسية المباركة التي ستجمعنا بإذن الله تعالى من أعزاء والفضلاء والعزيزات والفضليات من أهلنا وأحبابنا من الأشخاص المسنين الذين نكن لهم كل الحب وكل الوفاء وكل التقدير. أمسية فنية روحانية وجدانية تبقى على صدر الزمن متمركزة ناقشة لها موعدا جيدا وأثرا طيبا. حضورنا البهي، يقول الرسول الكريم في حديثه: إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجحون من عذاب يوم القيامة. ويقول ربنا عز من قائل: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، من سورة الروم. ويقول سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، من سورة العنكبوت. وإذا كان الإسلام قد حرص على صون كرامة الإنسان في كل مراحل عمره، فقد أولى عناية خاصة بتوقير الكبار واحترامهم والعطف عليهم والإحسان إليهم وخاصة الوالدين. فقد حث الإسلام الإنسان على بر الوالدين والإحسان إليهما في كل مراحل العمر وضرورة رعايتهما خاصة عندما يكبران، حيث يصبحان أكثر حاجة للرعاية والعناية والشعور بالطمأنينة والأمن بعد أن أديا الرسالة تجاه أبنائهما وأوطانهما. فالإنسان يبدأ من ضعف ثم ينمو ويشتد عوده ويقوى ثم يعود إلى أصله بعد أن يبلغ أرذل العمر إلى حالة من الضعف، وبعد أن يصل إلى نهاية أيامه على هذه الأرض. والإسلام دين الإنسان يحترم الإنسان ويصون كرامته كبيرا أم كان أم صغيرا. ولقد كرم الله بني آدم وجعله خليفته في الأرض لعمارتها، وحرص الإسلام على تنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية على أساس من العدل والمساواة والتعاون والإخاء والحرمة والمحبة والمودة والسكينة والعطف والتضامن والتساند والتكافل والوحدة والاتحاد. فالمراكز ذات الاهتمام بكبار السن توفر الرعاية المتكاملة والاهتمام بكافة النواحي لدى العجزة والمسنين، والعمل على حل جميع المشاكل التي قد يعانون منها خاصة في بداية الأمر، وتحسين النواحي النفسية والصحية والاجتماعية، وكل الخدمات المتكاملة إيمانا منها بضرورة توفير الحياة الكريمة التي يحتاجها المسن، كما تعمل على تطوير هذا المجال من أجل أن تكون حياة أكثر رفاهية لهم بعد دورهم الكبير الذي قاموا بتأديته مع أبنائهم وباقي مكونات المجتمع. فهي المتخصصة في رعاية المسنين والحفاظ عليهم وتمكينهم من مختلف طرق الراحة والعديد من الخدمات التي تقدمها لكل المسنين الذين ينشدون رعاية المجتمعية والحنان الأفضل لدى جمعيات رعاية المسنين بطرق مضبوطة ومتميزة جدا في رعاية كبار السن ورفع الروح المعنوي لديهم وحسن استقبالهم والترحيب بهم والدعاء لهم وإظهار البشرة بقدومهم والتبسم في وجههم لإشعارهم بحب المجتمع لهم وفرحه بوجودهم وأنهم غير منبوذين أو مكروهين في مجتمعهم، وحسن معاملتهم لملء وقت فراغهم بأنشطة تتناسب مع أعمارهم المتقدمة حتى لا يشعروا بملل شديد في الوقت الذي يمر عليهم دون عمل.
دون عمل وهم دون وجود أشخاص بجانبهم يحتاجون إليهم، وذلك مع تحسيسهم بشعور أنهم لم يفتقدوا وجودا للجو العائلي الذي هم في أمس الحاجة إليه في هذا العمر، بحيث تعمل فرق العمل التابعة للمؤسسات والجمعيات على محاولة انتزاع الحزن الممكن أن يتواجد لديهم بسبب الكثير من المواقف المحزنة التي مرت عليهم في حياتهم، وذلك من خلال الفهم الجيد لهم ومعرفة ما هو المفروض أن يقدم إليهم وبكل شخص على حدة حسب وضعيته وتطلعاته واحتياجاته النفسية، منها زيارة الديار المقدسة التي نحن اليوم بصدد الاستعداد لتحقيقها لهم، آمنين أن نوفق في ذلك إن شاء الله. فكلمة باختصار، كلمة شكر لا بد منها لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحقيق هذه اللمة السعيدة وإنجاحها، وأخص بالذكر منيا رمسيس للحفلات، مقاطعة بالمريزة، وكالة أمواج للسياحة والأسبان، مؤسسة لامورا للطباعة، جمعية السواعي المتحدة، المنظمة المغربية للمواطنة والتنمية، وكل الفنانين الحاضرين، كل باسمه ونجوميته الموسيقية أو الغنائية أو المسرحية أو السينمائية أو التلفزية، وكذا نساء ورجال الإعلام الوطني بكل أطيافه، دون أن ننسى المناضلة في ظل الأستاذة والمربية حنان بن سعيد التي بكل صراحة وبدون مجاملة كانت الركيزة الأساسية لهذا الحدث السعيد. وكالعادة يبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق الغاية من تأسيس هذه اللبنات، المواطن الغيور أهلها على وطنهم ومجتمعهم وأهلهم وخلانهم الطيبين، أدام الله وجودهم وأدام نعمة الرخاء والأمن والأمان على مغربنا العزيز، وحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وجعل له في كل خطوة سلامة، وقر عينه بمصاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته الأميرة لنا خديجة، وشد عضده بسمو الأمير سعيد مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. الذين حضروا معنا السي محمد عطيفي، السيدة صفية الزيادي، المهم نحن حاضرون. أما اللاهتون على هوامش أمرنا سيالي إن حضروا وإن أغار. الكلمة الآن للأستاذ القصبابي عبد الباسط الممثل المقيم لدى الوكالة الدولية للتنمية، فليتفضل مشكور. أيها الحضور الكريم، بمناسبة حضور السنة الهجرية وتحديدا لليوم العالمي للمسنين، تنظم مؤسسة أطلس مروك هذه الأمسية بشراكة مع فرارية الوكالة الدولية للتنمية. وقد اختار لهذه الدورة كلنا عندنا المسنون تأتي مناسبة لتسليط الضوء على هذه الفئة التي أعطت الشيء الكثير لهذا الوطن. بالإشارة فإن مركز استقبال المسنين التابع للوكالة الدولية للتنمية الذي تم إحداثه سنة 2010 وتم العمل به سنة 2012 يضم 33 مستفيد ومستفيدة، يأتي بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني وعمالة التنمية. أوجه شكري الخاص إلى كل من ساهم في القريب ومالي في هذا البهيج الإنساني الخير الذي سيعوده ريعه إلى هذه الفئة، الذي نتمنى أن يكون في الميزان المقبول لكل من ساهم من القريب والبعيد، بالإضافة إلى السلطات المحلية والشركاء منيا رمسيس وكالة الأسفار وجلطة شانل الهدى للأسد الأستاذ كوكل إدريسي. شكرا لكم جميعا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، صدق الله العظيم. Thank you.
من الشهيد
يا قطع الجبال صايرين يا قطع الجبال صايرين يا قطع
Thank you.